ما هي الملابس المتعارف عليها عند المرأة في الصلاة؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. هي ملابسها العادية، على أن لا يكون فيها شنو، مثلا صور، أو لا تكون مثلا مخصرة، خصوصا إذا كان المكان عام اللي يصلي به. نعم. على المفروض أيضا في لباس المرأة أن يكون فضفاضا، لا يجسم ولا يجسد أعضائها، أعضاء جسمها مثلا، أن يكون فضفاض، بلي أن لا يحتوي على صور. هذا هو لباس المرأة. والموجود حاليا عند نسائنا أو في الأسواق فاللباس خاص الذي يسمى بالشادر، هذا لا بأس به، خصوصا إذا كان المكان اللي يصلي به مكان عام أو حتى مكان خاص، يعني ممكن أن تتعرض المرأة إلى النظر من قبل الأجانب، فهذا الشادر لباس فضفاض بلي، ويستر أعضائها ويسترها هي بشكل عام، أحسن، سواء كان مكان عام أو غيره.